أعزائي بناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، موعدنا اليوم مع الفرق ما بين يوز بيفور وود بلس انفينيتيف في الحالتين. بنرى إن كل من يوز بيفور وكذلك ود بتستخدم في التعبير عن أشياء وعادات متكررة كانت في الماضي لكنها لا تحدث الآن أو توقفنا عن فعلها الآن. نسمع مثلا في المثال التالي: When I had enough time, ممكن أقول I used to أو I would go to work on foot. نلاحظ أن الفعل go في الأساس فعل بيسموه dynamic، فعل حركي، وبالتالي يمكن استخدامه مع used to أو مع would في هذه الجملة، الاستخدامين صحيحين تماما. When he was at school, he used to or would play football every Thursday. يلاحظ من الجملة أيضاً أن هذا الفعل فعل يتكرر، بيسموه كده repeated action، وهو أيضاً فعل dynamic، فعل حركي، وبالتالي يجوز فيه استخدام used to أو would في كلتا الحالتين أيضاً. When she was a little girl, she used to or would cry easily when someone shouted at her. الفعل هنا أيضاً فعل حركي، الفعل cry، وهو أيضاً فعل متكرر الحدوث repeated action، وبالتالي الفعل إكراي يستخدم مع ود أو يوزفو على اعتبار أن ده كان عادة في الماضي وتوقفت عن فعلها الآن، كانت تفعل ذلك عندما كانت صغيرة في السن. يلاحظ أن كل من يوزفو أو ود تستخدمان للتعبير عن عادات في الماضي، وضروري يكون المدى الزمني بتاعها كبير، يعني ما ينفعش مثلاً أستخدم last week أو last month، لا، ممكن أقول when she was young, when she was five, at the age of seven، وليس من خلال مدة قصيرة، فالعادة لا تسمى عادة إلا لا حدث تكرارها لفترة طويلة نسبياً. فمن الخطأ مثلاً أن نقول هذه الجملة she used to do exercise every day last month. last month ليست بالمدة الطويلة التي تكون عادة، وبالتالي هذا الاستخدام خاطئ تماماً لأن المدى الزمني هنا قصير. الصواب أننا أستخدم used to مع المدة الطويلة when she was young. she used to do exercise every day when she was young، أو الأنسب أن أنا أستخدم أيضاً الماضي البسيط على اعتبار أن حدث انتهى في الماضي. she did exercise every day last month. ادرس أيضاً هذه الأمثلة التي تبين الفرق ما بين would و used to. I used to live in Cairo but I moved to Sohag last year. I used to live، الفعل live هنا فعل امتد فترة من الزمن، وبالتالي يجوز استخدام used to فقط، لا يجوز استخدام would في هذه الحالة لأن هذا الفعل لم يتكرر. It is not a repeated action، ليس حدثا متكررا، وبالتالي live لا يجوز استخدامها في هذه الجملة بعد would، إنما تستخدم بعد used to فقط. Which was at school she used to play football every Thursday. هنا جملة يمكن استخدام used to أو would على اعتبار أن الفعل play فعل حركي زي ما قلنا dynamic وفعل متكرر repeated action. Which was a little girl. She used to cry easily when someone shouted at her. صراحة شرح هذه الجملة أيضا. She used to hate her job until she got a promotion. هل يجب استخدام ود في هذه الجملة مثلا؟ She used to hate. هل من الجائز أن أقول she would hate her job until she got a promotion؟ هذا الاستخدام خاطئ لأن الفعل hate هنا بيسموه فعل stative. ارجعوا لشرح هذه الوحدة اللي بتكلم عن الـ present continuous المضارع المستمر، اللي اتكلمنا في نهايتها عن الافعال اللي هي افعال ستيتيف، افعال خاصه بالحاله او افعال خاصه بالشعور، لا يجوز استخدام الفعل هي بعد ود، واي من افعال الحاله او الافعال التقريريه لا يجوز استخدامها بعد ود ابدا، انما الصواب ان استخدم يود. الجمل السابقه تصف احداثا ومواقف استمرت لوقت ما في الماضي وقد انتهت الان، ولكنها تستخدم لوصف احداث وقعت فجأة، لا تستخدم لوصف أحداث وقعت فجأة أو للحظة. ما ينفعش أستخدم used to أبدا أو would مع أفعال مفاجئة وقعت مرة واحدة، الأنسب أن أستخدم الماضي البسيط. وبالتالي لو وصلنا إلى هذه الجملة I used to have a really good idea when I was brushing my teeth this morning. الحدث وقع هذا الصباح فقط ولم يتكرر، وبينما أنا أغسل سناني جتني فكرة. فما ينفعش أبدا أستخدم لا used to ولا would لأنها لم تعبر عن عادة ولم تعبر عن موقف ثابت ولم تعبر ايضا عن موقف متكرر. الفعل حدث مره واحده اثناء غسل الاسنان جتني فكره، وبالتالي لا يجوز استخدم ابدا يود تو او في هذه الجمله، والانسب استخدام الماضي البسيط. I had a really good
idea when I was brushing my teeth this morning. هذه الجملة سلبية. ادرس أيضا الأمثلة الثانية. When he was at university, he would sleep until noon at the weekends. My brother lived in Australia for many years, but he would always come home for Ramadan. And these sentences, كل الجمل دي يمكن استخدامه فيها على أطوار أن هذه الأحداث هي أحداث مكررة repeated actions. الجمل السابقة تصف مواقف في الماضي وقد انتهت أيضا لكنها تكررت مرات ومرات. Yes, it was repeated again and again and again. وبالتالي استخدام would أو used to مع هذه الأحداث جائز تماما. بينما تستخدم used to أيضا لوصف أحداث أو مواقف ممتدة وعادات منتظمة. الحدث اللي خد فترة طويلة وامتد فترة من الزمن الأنسب في استخدام would. الحدث الذي تكرر يمكن استخدام would أو used to صحيح تماما. كلاهما يستخدم لوصف أحداث متكررة سميناها repeated actions. هل يمكن استخدام would بدلا من used to في الجملة التالية؟ I used to live in Cairo, but I moved to Sohag last year. هذا الحدث حدث ممتد. لا يجوز استخدام would في مثل هذه الحالة، والأنسب استخدام used to فقط. وبالتالي I would live in Cairo, but I moved to Sohag last year. هذا خطأ، استخدام خاطئ تماما، لأن العيش في القاهرة لم يتكرر وهو موقف ثابت وحالة ممتدة لفترة طويلة من الماضي. لاحظ الجملة التالية. When he was at school, he used to play football every Thursday. When she was a little girl, she used to cry easily when someone shouted at her. كل هذه الأحداث سابقة الذكر يجوز استخدام would والمصدر فيها أو used to والمصدر لأنها أحداث تكررت مرات عديدة في الماضي ويمكن استخدام would أو used to أيضا. ممكن استخدم would when he was at school. He would play football. واضح أن الفعل play بمعنى يلعب تكرر مرات ومرات. إذا هو فعل متكرر repeated action ويجوز استخدامه بعد would أو used to. هو مما سبق يتضح أن يمكن استخدام used to أو would بكرر وعيد مزيد مع الأحداث المتكررة في الماضي. أما المواقف الثابتة فيستخدم معها used to فقط. لو في عادة سلوكية بارزة أو هامة كالتدخين مثلا، يا ترى مين الأنسب، استخدام used to ولا استخدام would؟ الأنسب تماما استخدام used to مع الأحداث البارزة والعادات السلوكية الهامة. يعني من الخطأ أن أنا أقول when he was a young man he would smoke. الفعل smoke هنا عادة سلوكية بارزة وهامة في الماضي وبالتالي لا يجوز استخدام would. الأنسب استخدام used to. هل يمكن استخدام would في الجملة الثانية؟ She would hate her job until she got a promotion. سبق شرح هذه الجملة وقلنا أن الفعل هي فعل dynamic، فعل حركي، فعل من أفعال stated، أفعال الحال، الأفعال الساكنة التي لا يجوز استخدامها بعد would تماما. لا يمكن استخدام would مع الأفعال التقريرية أو أفعال الحال. وإليك بعض هذه الأفعال سبق ذكرها في وحدة الماضي المستمر. الفعل love، الفعل like، الفعل hate، enjoy، wish، way، hear، coast، deserve، be، want، need، prefer، want، have، possess. أفعال الامتلاك جميعا. كذلك الفعل sound، agree، disagree، know، understand، feel، remember، forget، seem، suppose، and complete. ما الخطأ في هذه الجملة؟ When she was young, she would love watching movies. الفعل love، فعل stated، فعل حالة لا يجوز استخدامه مع would، يستخدم مع used to. I would have a small bike when I was a child. الفعل have هنا بمعنى يملك، من الأفعال التقريرية لا يجوز أيضا. وكذلك would be لا يجوز استخدامه مع would، وإنما الأنسب استخدامه مع used to. ملحوظة مهمة لابد أن أشير إليها أن يمكن استخدام used to دون وجود كلمة دالة على الماضي. أما would فلا يجوز استخدامها بدون كلمة تشير إلى الماضي أو تدل على الماضي. فمثلا من الخطأ أن أنا أقول هولا would get up earlier، فما قاليش إمتى، لم يذكر مدة في الماضي وبالتالي هذه جملة خاطئة. لكن يجوز استخدام used to لأن used to بطبيعتها دون وجود كلمة لا تشير إلى الماضي. فمن الصواب أن أنا أقول هولا used to get up early، وهذا إشارة إلى الماضي بالضرورة دون أن أذكر in the past أو when she was young أو here. لكن من الخطأ استخدام would للإشارة إلى الماضي، ليس بالضرورة أن تشير would دائما إلى الماضي طالما لم توجد كلمة دالة على ذلك. كمان ينبغي أن تسبق
بظرف زمان او تعبير يدل على الماضي لمصبح الجمله صحيحه which was a child علا would get up early. اين يقع مكان ظرف التكرار مع would مع يثبت؟ مع would ضروري اضع ظرف التكرار بعدها، اما مع يثبت يمكن وضع ظرف التكرار قبلها او بعد يثبت وقبل تو. فمثلا من ظروف التكرار عندي always، عندي usually، وعندي sometimes. which was young she would always. لاحظ would بعدها ظرف التكرار always، مع يثبت تستخدمها always قبلها او توضع بعد يثبت ثم تو used always تو. هذا الاستخدام ايضا صحيح. لا تستخدم would والمصدر او يثبت والمصدر مع احداث وقعت مره واحده، انما الماضي البسيط هو الانسب في هذه الحاله. I used to buy or would buy this shirt at مصر مول last week. هذا الجملة، هذه الجملة خاطئة لأن الحدث وقع مرة واحدة. الأسبوع الماضي اشتريت هذا القميص، لكن لا يستخدم used ولا would لأنه لم أعتاد على هذا الأمر. كل ما حدث أنني اشتريت، وبالتالي الصواب I bought this shirt at مصر مول last week، لأن هذا الحدث حدث منقطع، حدث منتهي. فالأنسب هو استخدام الماضي البسيط. Until we meet again with my best wishes. Thank you and goodbye. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.